عادم، المعلم سلطان فين؟ طيب اول ما يرجع اقوله ان انا رايحه مشوار كده ومش هتاخر. هشتري شويه حاجات. مع السلامه. ازيك يا ست فايزه؟ الحمد لله. انت لسه حزينه يا سمره ولابسه اسود؟ انا هفضل طول عمري يا ست فايزه حزينه عليكي. انت وحشتيني. انا كمان عندي نفس الشعور يا سمره. عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله رضا. بتكون وحشني قوي يا ست فايزه. انا عايزه اقول لك على حاجه بس خايفه عشان تفهميني غلط. خير يا حبيبتي؟ أنا اتجوزت. وماله يا سمارة؟ دي سنة الحياة يا حبيبتي. مبروك. ده حصل إمتى؟ من حوالي 3 أسابيع. أنا كان نفسي أعزمك في الفرح بس أنت عارفة السبب بقى. لو كنت عزمتيني يا سمارة كنت هاجي. حتى لو عرفتي إن الراجل اللي أنا اتجوزته هو اللي قتل سكمال؟ هقولها؟ أنت إزاي وافقتي يا سمارة؟ أكيد غصبوا عليكي إنك تعملي كده وتتجوزيه. تعالي تعالي يا حبيبتي ندخل جوه ونتكلم. تعالي. بصراحة يا ست فايزة أنا اللي وافقت بس عشان حاجة واحدة بس. حاجة إيه يا سمارة؟ أنتقم منه. أنت متأكدة إن هو اللي قتل كمال؟ أيوه. طب ليه ما قلتيش الكلام ده في التحقيقات؟ والله العظيم يا ست فايزة قلت لهم لكن ما عرفوش يثبتوا عليه حاجة. طب أنت إزاي يا حبيبتي يعني هتعرفي تنتقمي من الراجل ده؟ ده أكيد مجرم فظيع. ما تخافيش عليا يا ست فايزة. أنا بس في الأول عايزة أديله الأمان وأعرف عنه كل حاجة. اسفه يا سماره نسيت اسالك تاخدي ايه؟ اخد ايه؟ قصدي يعني تشربي ايه؟ لا ولا حاجه يا ست فايزه كتر خيرك. عثمان هات شاي. المهم قولي لي انت اخبارك ايه مع خطيبك؟ بتشوفيه ولا لسه في الشغل؟ كان من اسبوعين معايا كل يوم لحد ما رجع تاني. اسفي دي بتعمل ايه هنا؟ انا قلت لك قبل كده مش عايزه اشوف خلقتك في البيت ده تاني. ماما اسكتي خالص. ازاي تسمحي لها بالدخول؟ ازاي تقعدي معاها وتكلميها؟ بتعملي ايه يا فايزه؟ يا ماما لازم حضرتك تفهمي حاجه مهمه. مش عايزه اعرف اي حاجه. مش عايزه اشوفها قدامي. انا ماشيه استني. اتفضلي يلا. لا يا سماره استني. لازم ماما تفهم الحقيقه. حقيقه ايه؟ الحقيقه الوحيده اللي انا عارفاها انها مجرمه وانها السبب في موت ابني كمال. يا ماما سماره قالت لي مين اللي قتل كمال؟ تقولي ايه؟ انت ايه؟ انت تعرفي مين اللي قتل ابني؟ ايوه يا ستي. مين؟ انتقل. الراجل اللي انا اتجوزته. انت بتقولي ايه؟ انا بقولك الحقيقه. انت بتستغفلينا ولا ايه؟ في الاول تقنعي ابني الله يرحمه بانك بتحبيه وبعدين تتجوزي الراجل وجايه دلوقتي تقولي ان هو اللي قتله. انت عايزه مننا ايه؟ عايزه مننا ايه؟ يا ماما مش لما تعرفي الاول هي اتجوزته ليه؟ الحقيقة الوحيدة اللي عارفاها انها مجرمة زيه بالظبط وهي مسؤولة عن موت ابني كمان. وانا هستفيد ايه من موتي كمان؟ يا ماما يا ماما سمارة اتجوزت القاتل عشان تنتقم منه. اسمه ايه؟ الطاق. هي قالت اسمه في التحقيقات لكن هما ما عرفوش يثبتوا عليه اي حاجة. عايزة اعرف اسمه. عايزة اشوف. عايزة اقتله بايديا الاتنين دول. اسمه ايه ارجوكي قوليلي؟ اسمه سلطان. سلطان الدكش.